الو الشرطه، في جثه عندنا في الجامعه، جامعه مصريه روسيه. يا دكتور، مفيش اي اثار عنف ولا اي كدمات ولا اي حاجه، بس هناخد عينه منه دلوقتي مبدئيه، هتبين لنا بعد التشريح ايه اللي كان موجود. مفيش اي التحام مع اي شخص، مفيش اي اثار لاي حاجه. دي هتتبعت للمعمل، تكشف على دي ضروري. بقاله قد ايه ميت؟ بقاله تقريبا من 20 ل 19 ساعة ميت. يعني من امبارح؟ من امبارح تقريبا. الساعة 11 صح؟ تقريبا تمام. طيب في حد من موجود شاف حاجة أو حد يعرف أي حاجة عن اللي حصل؟ مين اتصل أصلا؟ الراجل اللي اتصل. ده اتصل؟ و هنا اللي بجلس على المشرحة. منورنا. نور يا باشا. ده حقيقي منورنا. ربنا يخليك يا باشا. اسم الباشا ايه بقى؟ انا احمد. احمد ساكن فين يا احمد؟ انا من مصر الجديده. مصر الجديده. انا مش عايزك تبقى خايف كده، انا عايزك تبقى كويس معايا، طلع لي كل اللي في قلبك عشان تساعدنا ونساعدك. تمام؟ انا مش عايزك خايف خلاص، احنا قاعدين بندردش مع بعض. تمام؟ تشرب حاجه؟ ربنا يخليك. لا شوف انت عايز ايه وانا اجيبه لك. تشكر يا باشا. طب بتدخن؟ لا ربنا يخليك. انا بدخن. احكي لي بقى كده يا ابو حميد، قول لي ايه اللي حصل. اللي حصل اني كنت داخل الجامعه الصبح عادي زي اي يوم، بعدين لقيت رامي وقع على الارض على جنب كده. رحت ببص، يا رامي يا رامي، مفيش الكلام ده طبعا. بعدين اكتشفت ان هو مات. اتصل بيه. اتصلت بينا. اتصلت بينا ليه؟ ما فكرتش ان انت تكلم اي حد من الناس اللي كانت موجوده، امن الجامعه، اي حد من اداره الجامعه؟ لا يا باشا، انتوا اول ناس وصلت. احنا اول ناس. تري بقى انت منين؟ من مصر الجديده. مصر الجديده. جيران يعني. ما تقدر تقول كده. دخلتش قسام قبل كده يا احمد؟ لا ما حصليش الشرع. دبش عليا. قول دبش يا باشا. ما حصليش الشرع. احنا اي حاجه هنعرفها. ما تكدبش خالص يعني. لا لا عشان صريح معاك. تمام، تعرف رامي من امتى؟ رامي اعرفه من السنه اللي فاتت.
انا اسمع ان انت دخلت الجامعه السنه اللي فاتت، يعني دي اول سنه ليك برضه، يعني اول ما دخلت الجامعه عرفت؟ تقدر تقول كده. علاقتك كانت دي عامله ازاي بقى؟ عادي، علاقه طبيعيه، اللي هو كل ما بشوفه بنسلم على بعضينا عادي، بس اللي هو يعني مش صاحبي قوي، اعرفه اسمه بس. اعرفه اسمه. تعرف حد من اصحابه؟ اعرف اثنين تقريبا. كان في بينهم مشاكل، حد جه عنده فلوس، الحاجات اللي انت تعرفها عنه ما بين الصحاب دي؟ بصراحه ما تعرفش. تعرف حتى من صحابه الاثنين اللي انت بتتكلم عنهم دول؟ اعرف واحد. اسمه ايه؟ اسمه محمود. محمود؟ تعرف ايه طب انت عن محمود ده؟ اخلاقه عامله ازاي؟ لا هو محمود يعني المفروض شاب محترم، ده اللي اعرفه عنه. شاب محترم؟ متاكد؟ اللي اعرفه بقول يا باشا. تمام. شفت بقى الجثة دي الساعة كام؟ الجثة دي شفتها كان أول لما دخلت الجامعة، كانت على الساعة 9:30. كنت أنت أول واحد شايفه؟ مش عارف والله، بس هو كان في مكان يعني ما فيهوش حد خالص. افتكر ده. أنا عايزك تفتكر كل حاجة وتطلع لي في قلبك زي ما قلت لك. أنا بفتكر الحاجات اللي كان. رد على قد السؤال. أنا تقريبا أول واحد شفته. أول واحد شفته. تمام. ما تعرفش حاجة تانية عنه خالص؟ كل اللي اعرفه اللي قلته لك يا باشا. يعني ما تعرفش أي حاجة تاني؟ كان في بينك وبينه أي خلافات؟ ده افتكر. أنا قلت لحضرتك قبل كده ما كانش صاحبي قوي. قلت لك رد على قد السؤال وما تبجحش. أنا هنا اللي بسأل. رد. ما كانش في بينه وبينه أي مشكلة. كان ليه فلوس عند حد؟ حد ما بينه وبين عداوة؟ أخلاقه هو طب كانت عاملة إزاي؟ هو أخلاقه كانت محترم، يعني هو كان محترم مثلا، محدش يقدر يقول عكس كده. طب تفتكر يا أحمد يعني واحد محترم إيه اللي هيموته؟ ولا حد يعمل معاه حاجة زي كده؟ ده بسبب إيه؟ مش عارف والله يا باشا، مش عارف. أنت مش مطمن يا أحمد. ليه كده يا باشا؟ أنا بجاوبك. شكلك مش مطمن يا أحمد. أنت مش مطمن. بتشوف. عموما ماشي، انا هعدي كل الكلام اللي انت قلته ده، بس هقولك على حاجه. تليفونك معانا، كل حاجه عنك معانا، وقت ما نعوزك هنجيبك. تمام. اسمك ايه؟ اسمي يمنى. ثلاثي يمنى نبيل سيد. بقالك قد ايه في الجامعه؟ السنه اللي فاتت. ايه علاقتك بالمجني عليه؟ كنا مرتبطين شهرين، كان المفروض نتخطب في الصيف بس ما حصلش نصيب. تعرفي اصحابه؟ كان في على خلاف مع اي حد فيهم؟ لا، بس كان في خلاف ما بينه وما بين واحد. مين بقى؟ واحد اسمه محمد عبد العظيم. مين محمد عبد العظيم؟ ايه الخلاف اللي كان بينه؟ ده كان مرتبط بيا وحصل خلاف ما بينه وما بين رامي. وصل لإيه الخلاف؟ آخر مرة اتخانقوا مع بعض، زعقوا مع بعض في الشارع، بس معرفش غير كده. كنت فين وقت ما حصلت الجريمة يوم الأربعاء الساعة 11 الصبح؟ الساعة 11 كنت في الجامعة. بتعملي إيه في الجامعة؟ عندي محاضرة سعيدة. محاضرة إيه؟ أعتقد كانت محاضرة فيزيكس. مين دكتور المادة؟ دكتور لويس. يا لو سألت الدكتور لويس هيأكد انك كنت في المحاضرة دي؟ اعتقد المحاضرة دي خدت فيها الاتنس، اعتقد هيكون فيها. تمام. عموما رقمك معانا، بس لو عوزناك تاني هنتصل بيك. وانا كده نشكك فيا؟ مفيش حد مش مشكوك فيه. كان في مشروب عشان انا بعد 9:30.
الكوبايه كانت في رابعه تقريبا، شفنا فيها ليها بصمه مكتوبه. اهلا يا باشا. اسمك ايه؟ اسمي ناصر يا باشا. اسمك كامل يا انا؟ اسمي احمد ناصر يا باشا. نورنا يا ناصر. نورك يا باشا. منين يا ناصر؟ مطرية. ابتدينا. انت لسانك مال وليه؟ يلا مش شارب حاجه؟ لا لا يا باشا تعبان. هاتوا شاي الحيوان ده عشان يفوق. لا خليك. بص يا ناصر، انا عايزك تفيدني وتجاوب عليها بصراحه. انت مش هتمشي من هنا غير اما نعرف اذا كنت انت بريء ولا متهم. ولو علمت شربه ده انا ممكن اعمل لك تحليل دلوقتي واعرف انت مخر ايه، بس مش ده اللي انا عايزه. واخده يا باشا. ايه يا ترد على التليفون؟ يلا انت فاكر نفسك قاعد في بيتكم؟ يا حبيبي اتقل. ماشي يا باشا. مين ده؟ رام يا باشا. شكلك تعرفه. احكي لي بقى عن رامي شويه كده يا ناصر. والله يا باشا رامي دي كان ايه سببها بس الاول؟ احنا يا باشا ما بنحضرش في اول محاضرات يعني، فانا قلت اخد اتصل بيه اخد منه محاضرات، اخد منه سكاشن من الحاجات اللي احنا بنسجلها بس يا باشا. لكن انا اعرف رامي معرفه سطحيه، لكن ما اعرفوش قوي يا باشا. عيل محترم يعني، تفتكر اتقتل ليه؟ والله يا باشا ما عنديش فكره، ما اعرفش. صباح الخير. صباح الخير. لقيت العميد دم مري معانا. احنا شايفين شغلنا ولا احنا ايه؟ شكلها كده. طلع شغلنا ولا غير؟ لا مش هاجي معاكم؟ لا خليكي في المكتب. تقريبا بص اقول لك على حاجه، هو في واحد اسمه اسلام جبارة كده، هو تقريبا عارف اي حد هنا في المنطقه. هنلاقيه فين اسلام؟ هتلاقيه في فضيب القطر تقريبا هنا او في اي حته. بيبقى قاعد هناك على طول غالبا. الف شكرا يا باشا. شكرا. هو سؤال ملوش تاني. احمد هيكل اللي ساكن في الشارع بتاعك فين؟ مين احمد هيكل؟ احمد هيكل اللي ساكن في الشارع بتاعك اخلص. ما اعرفوش يا باشا. مين احمد هيكل؟ انت يلا. انت يلا. فين احمد هيكل ساكن في الشارع بتاعك؟ فين؟ ما انت قلت في الشارع. فين في الشارع يا باشا؟ خليك في الشارع. بقول لك يلا، انا ممكن البسك قضيه اقضيك ورا الشمس. فين احمد هيكل يا باشا؟ انا مظلوم. مين انت؟ مش هتعمل لي حاجه يا باشا. مش شرطه بتعمل حاجه، تعمل حاجه تانيه. يلا انا كلمتي سيف. يلا انا مش عايزك انت، انا عايز الواد التاني. هو فين اخلص؟ كيف في الشارع يا باشا؟ فين في الشارع؟ استعبطش.
خش يمين في شمال هتلاقي يا باشا. عارف بيته بالظبط فين؟ تاني بيت على الشمال الدور التاني يا باشا. يلا غور غور. منزل احمد هيكل؟ ايوه حبيبي. طب احنا بس كنا عايزينه في كلمتين. الحاجة؟ لا مفيش اي حاجه فندم، بس احنا كنا عايزين نعرف. هو مش موجود جوه حضرتك؟ لا هو مش موجود، بس طب طمني في حاجه. لا مفيش حاجه. طب مفيش. حضرتك راح فين؟ لا هو نزل من شويه راح يقابل واحد زميله على الجامعه. الف شكر. الف شكر يا حياتي. اذا في حاجه لا 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 مفيش اي مشكله. مفيش اي مشكله. مفيش اي مشكله. بعد اذنك معانا لو سمحت. اتفضل معانا. حاجه ما طلتش. اتفضل يا باشا. اتفضل. شايف ان الواد ده ما كانش ينفع يروح. اصلا روحناه ما روحناهوش، ملهاش اي لازمه، ما خدناش منه حاجه. عشان معقده يمين شمال، سواء قعد سواء مشي. شوف إيه مين. طيب القضيه دي لازم تخلص. لازم. تاكدت يومنا كان في المحاضره ولا لا؟ يومنا مش صعب الموضوع ده. تاكد لنا كان. الو السلام عليكم. ازي حضرتك يا دكتور؟ مع حضرتك محمد العدوي من سي اس اي. انا كنت عايز استفسر على حضور طالبه معينه الاسبوع اللي فات، عايز اشوف هي حضرت اخر محاضره ولا لا. الاي دي 12 12 15. ماشي يا فندم. ايوه حضرت. ماشي شكرا يا فندم. شكرا. حضرت. بتزيد تعقيد وانا اعصابي باظت. شك في مين طيب؟ تليفونك يا احمد بيه. الو صباح النور. ازيك انت؟
تمام تمام خلاص احنا هنكون عندك حالا. هنكون عندك حالا لا مش هتأخر بس معلومات مهمة قوي دي معلومات مهمة. خلاص احنا هنكون عندك حالا. ألف شكر. مع السلامة. مين يا أحمد بيه؟ دلوقتي ميري كلمتني وعندها معلومات مهمة وعايزانا نروح لها المكتب حالا. حالا حالا يعني؟ نخلص الشاي طيب؟ نخلص الشاي. خلص الشاي. صباح الخير. صباح الخير. لقيت حادثه من 4 شهور حادثه عربيه بفعل فاعل وكان موجود فيها محمد عبد العظيم ده رجله اتقطعت ومجدي اخو يمنى وده مات وده ملف القضيه. ده راي مشترك في القضيه. ما وصلوش مين اللي قطع التيز بالفرامل. قفلوها على كده. ولقيت كمان المفروض المادة دي كانت بتتفاعل مع الورق وبتخرمها وبتدوبها فروحت في مسرح الجريمة ولقيت الكوباية دي وعليها فيها المخرومة من ورق وعليها بصمات 3 مشتبه فيهم محمد عبد العظيم وأحمد هيكل ورامي. تمام. محمد عبد العظيم يبقى كلمني أنا وليه عشان يقبض على عبد العظيم لازم. شكرا. شكرا. مرحبا عبد العظيم. ايه يا باشا فين؟ انا فين يا باشا؟ يلا يا عم انت هتطلع باشا. فين يا باشا؟ يلا يا عم خد بس شكله قدام الجامعه يا باشا. طب في ايه طيب؟ يا باشا ما ينفعش يا باشا. تعالى بس عايزك في مشوار يا عم انت متضايق ليه بس؟ اسمك؟ محمد عبد العظيم سعد. ساكن فين يا محمود؟ في المطرية يا باشا. فين في المطرية؟ 6 شارع النصر جنب محطة المترو. دخلت الجامعة امتى؟ السنة اللي فاتت سعد. تعرف رامي من امتى بقى؟ يعني من ساعة ما دخلت الجامعة. امتى بالظبط؟ يعني بعدها بأسبوعين 3 كنت أعرفه سلام سلام وخلاص. طيب. كلام حلو. أنا هسألك سؤال، سؤال صغير قوي، لا تروح ليمين ولا شمال، تجاوب معاه دغري. اتفضل يا باشا. يوم الأربعاء الساعة 12 ساعة وقوع الجريمة كنت فين؟ يوم الأربعاء كنت في قهوة الماسة. فين تاني كده؟ في قهوة الماسة سعادتك. في الماسة. وأما أنت في الماسة كوباية زي دي عليها بصماتك وفيها سم بتعمل ايه في الجامعة؟ يا باشا انا معرفش حاجة عن الكوباية دي. انت وخلص قول يا باشا. والله هي اللي قالتلي قتله يا باشا. هي مين؟ يمنى سعادتك. يمنى. كلام جميل قوي. انا عايزك بقى تحكي الموضوع من الاول للاخر واحدة واحدة. يا باشا يوم الاربعاء ساعة الجريمة رامي طلب كوباية شاي من الكافيتيريا وانا كنت مفروض احط السم فيها فخدها ومشي قبل ما انا اوصل الكافيتيريا فطلبت كوباية شاي تانية عشان احط السم فيها وبعدين لقيت هيكل صاحبي معدي فديته الكوباية عشان يبدلها مع رامي. قلت له يا هيكل ان انا ما بكلموش وهو خد كوبايته بدل كوبايتي فاديها له عشان ما بكلموش ويومنا هي اللي ادتني السم عشان احطه فيها سعادتك. وايه اللي يثبت ان يومنا معاك؟ معايا تسجيل يا باشا عليه مكالمه بيني وبين يومنا ممكن اسمعه لحضرتك. سمعه لي. خلص اهو يا باشا. مفعول كويس؟ اهم حاجه ما يقولوش عند المقط. بس انا قال اني يومنا من اللي احنا نعمله. نسيت اللي هو عمله فينا. طيب والثلاث نقط دول هيموتوه يعني؟
10 دقايق ويكون عقل. خلاص ماشي، انا جالك في الطريق. تسجيل زي ده مهم، حط ليه في جيبك يا باشا؟ انا خليته في جيبي عشان لو الجريمه كشفت وقعت ما اقعش لوحدي. لا صايع، وايه اللي خلاكوا تعملوا كده بقى؟ من 4 شهور يا باشا كنت راكب العربيه انا ومجدي خيوب، كان حصل لنا حادثه، وبعدين مجدي خيوبنا اتقتل، مات في الحادثه دي، وانا رجلي اتقطعت، وعرفت ان رامي سبب الحادثه عشان قطع تيل الفرامل عند الميكانيكي. ويومنا عرفت كده بمكالمه كان اتكلمها رامي مع واحد وهدده نفس التهديد اللي هو كان مهدده له. بس سعادتك انت كده راجل يعني؟ انت كده خدت حقك؟ يا بنت اخلص. ازيك يا يما؟ ازيك يا باشا؟ انا بعمل هنا ايه؟ انا مش هتحقق معايا قبل كده؟ انت ما تعرفيش جريت في القضيه ولا ايه؟ ايه وصلتوا للقاتل؟ تفتكري مين؟ اكيد حد عنده دافع زي اللي عندك بالظبط. عبد العظيم اعترف على نفسه ان هو القاتل بعد قصه الحب العظيمه اللي بينكوا، اعترف عليكي. وانا هقتل رامي ليه؟ شفت حاجه الخبر ده؟ أو بيفكرني بموت أخويا. تعرفيش إن رامي كان السبب في موت أخوكي؟ عبد العظيم كان عند الميكانيكي وعرف إن رامي كان هو السبب في فك الفرامل، إيه ردك على الكلام ده؟ كان إيه علاقتي بالكلام ده كله؟ يعني مش أنت اللي حضرتك السم؟ سم؟ يا على البني آدم ما ينفعش يبقى صريح كده، رد يا هانم على الكلام ده. ترد يا هانم. مفعوله كويس وثلاث نقط وهيموتوه، ده وقحنا ده يومنا ولا ايه؟ ده كان لازم انتقم لاخويا. انا عايزك بقى تهدي كده وتحكي لي اللي حصل بالتفصيل. من 4 شهور كان في حادثه، كان اخويا وعظيمه في العربيه، حصلت حادثه واخويا مات وعظيمه رجله اتقطعت. بعديها بشهر وانا بالصدفه معديه. بقول لك ايه، ما تستفزنيش، خليها زي ما قطعت معاك. قلت الكلام ده للعظيمة وهو اتأكد من ميكانيكي ان رامي كان هو اللي فك الفرامل وكان ورا في سبب الحادثة. فكرتيش تبلغي الشرطة؟ وهي من امتى الشرطة بيجيب حق حد؟ وانت شايفة ان انت كده جبتي حقك؟ اقل انت قامت لاخويا. واحنا عرفنا نجيب حق رامي، الكلام انتهى معاك. اخيرا خلصنا مواضيع الحجاب دي. اسكت زادنا فيها بصراحة، بس الحمد لله وصلنا لقيتها. عيب، مبروك يا رجالة. شغلنا ده. عشان اجازات شويه والله شكلها ما فيهاش اجازات، انتوا عارفين ايه؟ بس اجازات ما فيهاش اجازات، انت عارف ما فيهاش اجازات. انا بقول لك اهو ثانيه بعد اذنكم اتفضل. ما هو لو طلع في دماغي صح؟ الو تمام. ايه يا احمد بيه؟ اديك خطف في الجامعه المصريه الروسيه. الجامعه المصريه الروسيه تاني؟ تاني ايه لازمتها بقى الفرهده دي؟ ايه لازمتها الفرهده دي؟ ايه ده؟ 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 ابدا تعبيط يا ابني. Ha 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 ha!